ندعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا الاستماع إلى انشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم وزيادة قنوات الاتصال معهم، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لقنوات التواصل الاجتماعي الذي يتطلب منا يقظة وحضورا دائمين مع إشراك كافة مكونات المجتمع المدني الفاعل والفعال. كما أطلب منكم المساهمة في تطبيق الإجراءات الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية السلبية.